بالك نعاودو نقولو شويه نديرو ان فلاش باك نعاودو نقولو شويه لا كارير تاعك وشنو او طونك جوار في ليكيب ناسيونال من بين ابرز المحطات في المشوار تاعك انك لعبت مع المنتخب الوطني 24 ساعه بعد وفاه الوالد الله يرحمه صح تما مالغري هذيك لا ديسيبسيون مي رحت لعبت مع ليكيب ناسيونال هذيك سي غراس غراس ما فامي ما مير الله يرحمها مي فرير مي سور En 88, tout fait bébé, Allah yarhamo. Deux jours après, mais volontairement, dans le janaza, j'ai dit à Kamal Lemoui, Allah yarhamo. Insane, masha'Allah, moukhlis, ou masha'Allah. C'était un véritable éducateur. Kamal Lemoui, arrêtez-vous, Allah yarhamo. Arrêtez-vous, CRB, arrêtez-vous, Flibier, c'est un véritable éducateur. عرفتو في الفريق الوطني جا الجنازة حضر معايا قعد توت لا جورني معايا وعرف وشافني باللي يعني تقست بزاف 28 عام جيت من الخارج جيت من نيم و جو فوا مون فراغ قابلني خويا ويقول لي بابا ما راش مليح وفي السبيطار راه رحت ديريكت ليه وصبت وميت دونك كنت في ظروف يعني سيئه ما يعني مونطالمون ما كنتش مليح كاع وكمال الموي كان في الجنازه هكذا قعد معايا في الدار تو قصرو الاخر سانسيرمون انت كوم ان بير بور مو والله مات بابا منا ونشوف فيه منا قدامي شغل بابا الله يرحمه الوغ سكي فيه العجوز يما الله يرحمها مع خاوتي الكبار و قالوا لي يا ودي خلاص بابانا خلاص وماتوا راح نردوه ما تقدرش تردو ما هي الفريق الوطني ومحتاجك محتاجك روح ومشيت للعنابه راني شافي مقابله ضد زيمبابوي وسجلت هدفين والله سجلت هدفين ايه ضد زيمبابوي دون الكادر زيميناتوار كوب دافريك يعني. اه ودي سي فري ك افون الماتش مازال يعني ليماج تاع مون بير مازال لي في كل حاجه مي من بدايه المقابله حتى الاخر ما جاتنيش ليماج تاع بابا جاتنيش باسكو فوكاليزي على الماتش مي بار لاسوي كي خلص الماتش طرطقت في الفيستير طرطقت فكرته الله يرحمه في 82 سيتي لا كوب دو موند تنحيت انت من التشكيله هذاك الوقت ما شاركتش في كاس العالم اسكو في هذيك الارماده تاع اللاعبين اللي كانت هذاك الوقت كان عندنا بروبليم دو ريش كما يقولوا اسكو تشوف باللي كانت عندك بلاستيك في 82 دي مومون دي مومون كي جي بارتيسيبي او زيميناتوار كوب داف كوب دي مون 82 اذا تجيب واحد جامي لعب بمقابله نص مقابله في تصفيات وتجي تجيبو ديرو ديريكتومون تكونفوكيه يروح لا كوب دي موند خيخوني تو انا جي بارتيسيبي اوز ايليميناتوار هذا كاين بزاف اللي ما على بالهمش انا ليكيب ناسيونال بديتها اون 80 جي في لي جوز اولمبيك دو موسكو درتهم جوز اولمبيك دو موسكو لحقنا كارت فينال في موسكو لحقنا كارت فينال كونت لا يوغوسلافي يونايتي اليميني كونت لا يوغوسلافي مي كوب دي موند 82 جو ميريتي مي ما ستادير ك جي با تروفي دو بروبليم بور باسكو قعدت انا 7 موا سون جوي دونك جي كومبري ان بو لا بوزيسيون تاع لونترينور
في 1984 ابري بلوميا ساد ماجر نجينا ولا رانا كيف كيف كاع واقيلا رانا كيف كيف لا كيف كيف كاع 15 اه با بون بعدك في 95 نتلاقى باحسن رياضي انا في الجزائر كانت تمدوا لابياس هذاك الوقت ديت لقب احسن رياضي احسن رياضي في الجزائر جائزه شخصيه جائزه شخصيه وي شخصيه سيتي بالك فلافا تاع لا كارير تاع سيتي فلافا تاع لا كارير وكاين ثاني قبلها الاحتراف ما نساوش باللي هدرت 3 زون في نيس و 87 مشيت للنيم نيم اولمبيك مور نيم مشيت للبرتغال رحت لفاماليكا وبيلينانس وبعد بيلينانس مشيت للسعوديه عام من تماك رجعت لشبيه القبائل لمده عامين من 94 حتى 96 بعد 97 مشيت اتحاد العاصمه من تماك حبست مشوار تاعي كاين في 90 كملوا بون كاين هذاك التزويج قلنا بلي كانت ثمره مجهودات تاع سنوات والاصلاح الرياضي وكل ذلك سانسيرمون توما كلاعبين ولا انت واحد من اللاعبين اللي كانوا في هذاك النهائي شنو بالك ليماج اللي تقعديها من هذاك التتويج هذا ليماج اللي بالك تقعد لك في حياتك اسكو احتفالات مع الجمهور ولا لو سيفلي فينال ولا لا شوف يا في كيك شوز كي نوزا بوسي باش نحرزوا على هذا التتويج هذا هي ليليميناسيون كوب دو موند كونتر ليجيبت ولا تشفاو سيتي الدرني تور معاهم كانوا تغلبوا علينا يعني تغلبوا علينا بطريقه ماشي رياضيه سانسيرمون ايزون يوتيليزي باك لي طرافاي دو كوليس يعرفوا له هما مع لي زاربيت دونك اون سي دوني المو هكذاك اون سي دي بلي لازم لا كوب دافريك تقعد هنا في الجزائر حقيقه عولنا بالاخر
بل ترافاي كوليكتيف بلومبيونس كي ريني في الاخر في ليكيب اي تو تحصلنا على اللقب هذا. او من سيتي من الواجب علينا باش نرضيو الانصار تاعنا باسكو تتلعب في الجزائر وقدام امام جمهور امام التلفازه الجزائريه وتخرج اكوتي يا و المشوار اللي ديرو كاع المشوار تاعنا اللي درناه كاع في الفريق الوطني يطيح كومام سيتي افيك لاري لا مانيير كمان نو مي يافي تو يافي دو تو يافي دو تو هنا كانت فرجه وكانت الناس راضيه بينا وكانت كانت لومبيونس في لي غرادان كانت ميم لي سوبورتير الله يبارك سوبورتير تي ديرير نو ils nous ont encouragés. Là, c'est ça qui nous a motivés, c'est ça qui a... Ils ont contribué, le public il a contribué à ce titre. C'était le 16 mars, mais cet événement, normalement, il fallait célébrer. La FAF, bien sûr, bien sûr. Quand même, une date qui m'a dit. C'est le premier titre majeur de l'équipe nationale. Absolument. Il y a des noctables, il y a des habits d'avancer ou le goddam. ماشي من حقهم يديروا هذا الشيء هذا الناس المسؤولين الاولين تاع تعاد السيكتور هذا يفالي تفكروا باللي كان انجاز الاول هنا في الجزائر الفريق وطني شاب انتوري دو كالكو زونسيان جوار اي تو مي ريان دو سلا باسكو حنا ابارامون مازلنا في هذا العمل هذا تاع النسيان هذا ولا سياسة النسيان ماشي مي في نفس الوقت ما نقدروش نافونسي اذا قعدنا بهذا بيان سور ما نقدروش نديرو لافنير سون الباسي ما نقدروش لازم تستعمل الباسي بور اريفي افير كيك شوز في لافنير بيان سور نحكي بالك شويه على ليكيب ناسيونال كي شراهي دوكا بون بالماضي جدد اللعب تاعو ليكيب ناسيونال هاي تعاود تبني روحها من دار وجديد كيفاش راك تشوف هاد التغييرات اللي دارهم ريسامون جاب دي جون جوار صح بالك اللعب مازال ما كانش هذاك التلاحم في الفريق مي كومام لي جوار اللي جابهم سي دي جوار دو كاليتي اسكو انت راك دو ميم افي Oui, dans tout changement, l'équipe nationale, elle est dans une période de transition, transitoire. Donc, laissez-moi le temps. Voilà, au fur et à mesure, apparemment, ils ont de la valeur, ils ont des bagages, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que Jazou et l'Abin, ils étaient atteints par l'âge et tout, mais il fallait tout de suite penser à la relève, penser à renouveler cet effectif-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est une très bonne chose. Ou Hada, chef n'a pas de l'Abin, Wallahi, Masha'Allah. Masha'Allah, donc. L'équipe nationale a un bel avenir devant elle. Les jeunes joueurs à Dolly Jab en Moharan, je connais joueurs les Falakati avec Bzaf, Chaibi ou Bouanani. Je connais vraiment. Un shift. Aït Nouri Ada, il m'épate parce que je suis déjà fait le club Théo. C'est quelqu'un qui ose, quelqu'un qui a de l'audace. Il aime son complexe et tout. Il est jeune aussi, lui. Donc, Hadak déjà, il a la stature, il a l'envergure, il a les capacités. Le Khadalik, je change beaucoup.
مي شفت بعض اللقطات مع الفريق الوطني quelques séquences هكذا. Ils ont l'air d'être bons. Ils ont l'air d'être bons. Il leur faut برك الوقت. الوقت pour s'imposer. Pour يعني باش pour qu'ils soient يعني à l'aise. Pour qu'ils soient à l'aise. Parce que دركا مازال في la période تاع l'adaptation, l'intégration. لازم يتفاهم مع فلان، يتفاهموا مع لي زونسيان، يتفاهموا مع الاخرين، جدد الاخرين. هذه تطلب وقت. يتفاهموا مع الستاف، مع المدرب. المدرب لازم يعرفوا عقليته كيف يتعامل مع اللاعبين، لازم يفهموه ولازم هو يفهمهم. يعني هذا الوقت هذا sensible et puis c'est un sacrifice on est tous passés par là وهذا justement تحكيت دوكا قلت بلي لازم لهم وقت اسكو تشوف بلي الوقت راح يكفيهم قبل كوب دافريك الجايه باسكو دوك لو ستاج الجاي لا دات فيفا الجايه راح تكون في جوان يعني عندهم من جوان حتى لجونفي برك راح تكون لا كوب دافريك تاع كوت ديفوار في جونفي اسكو ست شهور راح تكون كافيه ان شاء الله في لي دات فيفا باش بالماضي عاود يرتب الاوراق تاعو داخل المنتخب وان شاء الله يكون عندنا 11 تيب مليح في لا كوب دافريك. شوف انا متفائل لانه شوف انا افير دي جوار بروفيسيونيل كي دي بروفيسيونيل دي سي نيفو ان نيفو دو كومبيتيسيون ان نيفو تكنيك ان نيفو دو de compréhension au niveau de d'intégration يعني من هذا الشيء هذا on n'a pas affaire à des amateurs ou là à des jeunes joueurs vraiment qui sont dans une période de formation. Non, l'équipe nationale n'en forme pas. Ça ils ont été formés à un même niveau, à un même l'autre. C'est maintenant il y a le مشكل غير تاع l'orientation. Les directives, des trucs aïda, sur le plan tactique, sur le plan. Hada ma kan, sinon. Ma lazm lhomch, amin, tlet snin, kima zman. Amin. Non, en tout cas, c'est l'intégration, l'incorporation, c'est. Belkhaf. Kain tani kربama, kain mushkil li yقدر راح يكون عائق للجزائر, هو مشكل التحكيم. ولينا نشوفوا بزاف تحيز تحكيمي ضد الجزائر للمنافسين في النيفو هذا في هذا المستوى. تشوف انت اللي عندك اكسبيريونس لاي بارك افريقيا سواء مع شباب القبائل ولا مع المنتخب الوطني ولا كمدرب ياثر على المنتخب خصوصا ياثر كثير سي بور سيت ريزون احنا زمان كنا اون سديزي يو دي فون ديكودر او ماتش علي ولا طاح الماتش علي عندنا فو ميت لو باكي لازم نماركيو بزاف لازم يفودري كون سيمبوز ميو يفو كان اون سيمبوز دون مانيير يعني افيكاس. الروتور كي تلعب في بلادو الروتور يفو با دوني لا شونس لاربيتر باش يدور عليك كونتر عباك باش ما يدورش عليك الاربيت. فو تيمبوزي تكنيكمون فوتباليستيكمون. انت لازم تضغط على الخصم تتبين روحك اقوى باش ما تعطيلوش فرصه باش يعاون الفريق الضعيف هذاك. ما تعطيلوش فرصه هذه هي على بالنا دركا الاربيتراج دركا اون افريك يمشي مع في الكواليس راه يمشي في الكواليس وراه مرتبط بقضايا سياسيه كذلك يعني هذا بور نو با اريفي ا اوتر شوز دونك يفو فير افيك يفو فير افيك باسكو سي با اونيكمون اون افريك يا سو بروبليم هذا ميم فوتبول ميم فوتبول اوروبيان انا نشوفو بعض كيلكو زاربيتر والله العظيم يباس اكوتي Parce que je ne sais pas si c'est fait volontairement ou là, par inadvertance ou là, par méconnaissance. Mais
توش بالك حنا ثاني مدينا لهم لا شانس بما انه ما راناش متواجدين حنا في الهيئه الافريقيه في الكاف ما كاشنا ما عندناش تمثيل. انت نهار ما يكونش عندك تمثيل بطبيعه الحال تكون محكور ابسوليم كيما تكونش قوي في لي انستانس هادو كيما تكونش ريبريزونطاتيف كيما تكونش يعني محمي من طرف هيئه ولا بيان سور ماشي يحقروك. حنا واحد الوقت زمان ما يا با سي لونطون كنا بكلامنا كنا بقوتنا بقرارات تاعنا كنا نفرضوا انفسنا وكانت الجزائر مسموعه يسمعوها الناس. دركا لازم الخدمه بوكو بلوس من هذه الجهه هذه. لازم الاتحاديه تاعنا تعمل المجهود تاعها باش تحاول تفرض نفسها في الاتحاديه الافريقيه سينو راهني يفونو بوفي. كاين واحد القضيه ربما كل ما نذكروا هذه القضيه نذكروا اسم جمال بناد نذكروا قاسي سعيد هي قضيه الادويه اللي كانوا يمدوها الاطباء في فتره ماضيه من المنتخب الوطني نظام الاطباء للرياضيين واللي كان عندها مفعول طبعا تاثيرات لاحقه على الحياه تاع هذا الرياضي. انت كنت واحد من بين الاشخاص اللي تعرضوا لهذا الامر صراحه. اسكو طلبتوا من الهيئات تفسيرات اسكو خداوكم بعين الاعتبار القضيه تاعكم لا مازال كنتوا جوا هكذا في لوبلي ولا قضيه مبهمه؟ والله ما يا باي دو سويت ما كانش يعني لونشينمون في الـ في الـ في العمل اون افي ستادير اون افي اونتامي اون ديمارش بور فير فالوار لي بريوكوباسيون تاعنا لي ديسيزيون تاعنا اي تو سي بور نو فار اونتوندر باش يسمعونا. على كل حال كاين سارتان الله يبارك الحمد لله قادرين على شقاهم وكاين البعض الدواء دركا يسوى دواء ما يترمبورساش ودواء غالي نحتاجو هذاك الطفل هذاك المعوق كيف يدير الاب واللاعب ولا الرياضي اللي كان يمارس في سنوات الثمانينات وكان الناس تطعموا تعطيلو في هذوك الادويه هذوك باش بو سيرفير دو كوباي بو سيرفير دو كوباي يا صاحبي كيف يدير ناري با سوفونير او بيزوان دو سون انفون هانديكابي كيف يدير. احنا على هذه مش علينا كاع الحمد لله احنا قادرين على شقنا مي كاينين سارتان والله العظيم غير يعني نتاسف عليهم نطلب من السلطات انه يشوفوا فيهم شويه يعني. ان شاء الله توصل ان شاء الله بالك نحكوا شويه هكذا يا دي كيستيون رابيد. انت كي كملت لا كارير تاعك كملتها في اتحاد العاصمه وواجهت شبيب القبائل كيفاش واجهت شباب القبائل؟ ما واجهتهاش ما لعبتش واش اسكو كانت داخله في الكونترا ولا انت اللي ما حبيتش؟ لا في هذيك لا بيريود مانيش عارف واش صرا لي والله ما على بالي والله ماني شافيه ما لعبتش شكون بالك لو كان نقول لك لومير 10 في التاريخ تاع الكره الجزائريه بالنسبه لك؟ والله كاينين بزاف يعني انا كي نقول لك كاينين بزاف باسكو من لي جينيراسيون تاع لي زاني 60 70 90 حتى ال 90 باسكو من بعد لي زاني 60 كي تحكم صالح عبد الحميد كي تحكم الالماس الله يرحمه كي تحكم سريدي كي تحكم
سلمي تانيك تاع سي ار بي، شكون تانيك كي تحكم روديس تاع شكون الدراوي تاع مولودي الله يرحمه باشي بون سي با دي 10 انا كنت ما نهضرش على النيميرو 10 نهضر على البوست لو بوست كاين دي جوار كي موي باتي زمان موي باتي في على جي اس كاوسي يا في بحبوح يا في بالحسن تي بالو فرقاني هادو كاع سيتي دي اكسيلون جوار شكون لو ميير جوار de tous les temps. Oui, il y avait Bloumi, bien sûr, mais tu ne sais. Je connais le meilleur joueur de tous les temps. Après, le choix, il est difficile, mais... Difficile, difficile, parce que... Difficile, parce que... Le... Mais je suis un joueur de l'Almas. L'Airham. Je l'ai vu tout le temps. Mais il était hors pair, il était doué. تي دوي لي تي سوبيريور على صحابو لا جينيراسيون تاعو اه وي اون بلوس يقولوا كان جنتلمان جنتلمان اه وي شخصيه شخصيه وعندو كاريزما عندو الاخر عندو دي برينسيپ سي كلكان دو هو يقيم روحو لو مير جوار في ليستوار تاع الفوتبول شفت لو موند لو موند انتي لا كاين بيلي كاين مارادونا نون انت انت واش يعجبك انت شكون لي مير جو انا مارادونا 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 باسكو شفتو لعبت كونتر عليه وشفتو مع سي ان ديابل سي ديابل سي مريك بيلي بيلي تانيك بيلي كان من اروع اللاعبين تانيك بالك في لا جينيراسيون تاعو انت انت عندك واحد الخاصيه بالك عشت كاع هاد الاساطير تاع الفوتبول شفتهم كامل يعني عندنا بيلي عندنا مارادونا كرويف زيدان كرويف ثاني زيدان صح ميسي هادو حتى ميسي شفتهم كامل يعني دونك مارادونا بالنسبه لك سي مارادونا باسكو سي تان جيني باسكو علاش هو كنت عنده كلش توت لي كاليتي لي كاليتي فيزيك اي تكنيك فيزيك تضربوا ولا ما تضربوا والله ما يطيح دكك هكذاك وصحيح ايتو وبالبالون يمشي وزيد مارادونا كان يلعب سور دي تيران اما يزيكزيستي با لي تيران تاع تاع درك هادو هادو طابي تاع درك طابي طاح شتا شتا انديلوج من السما ما يصرى لهم والو تو تاع زمان مارادونا شفت واحد لا فيديو يعطيني في الغرقه صح ولا لا؟ اي تكنيكمون راه خذ البالو بي حكمها من السونتر مع لونجلتير ولا كوريا هذوك حكمها يطراسي هكذا دق 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 في المكسيك في المكسيك تيران لا بيلوز كانت عاليه كانت عاليه البالون ثقيل والتيران ثقيل هكذاك هايليك 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 راح ومارك لو كان مع لو كان لي تيران تاع زمان كيما لي تيران تاع درك درك اه يدير كل تلعب والله ليكيب ليكيب فافوريت تاعك ليكيب ان كلوب ان كلوب في الخارج بون في الجزائر جياسكا اه مي واش مو في اليترونجي اليترونجي بون برشلونه مي ان سو مومون سي با كونفينكون ونحب تاني ريال مدريد كي نشوفهم نحب نحبهم في زوج لا نحبهم في زوج نلعب الكلاسيكو كيفاش نحب شويه برشلونه عندك ايه باسكو سي بارابور تيكي تاكا تيكي تاكا تاع غوارديولا كنت نشتي هذاك اللعب هذا مي اون سو مومون برشلونه تاع هذا العام ميم سي سون سون ديستون دو ريال مدريد ما قنعونيش يقنعوني سون با سوليد سون با سوليد في ليكيب تاع دوك تاع ليكيب ناسيونال شكون لو جوا لي فريمون يعجبك بزاف في لو ستيل دو جو كاين بن ناصر بن ناصر بن ناصر لي سدون افون اي تريش با بن ناصر لا سيت كاليتي
ديفونسيفمون تتكل عليه هو اوفونسيفمون كذلك اوفونسيفمون يلوز الى لوداس هذاك او يراتيز كاع لي بال دونك سي تان بومون بور ليكيب او ميليو تيران سي لوي ما ميلان فريمون ميلان بياسا انديسكوتابل انديسبونسابل كاع Et la forme de haute cadre. Par contre, quand il est stoppé comme ça, à chaque fois il est freiné, il est stoppé, le rendement de haute bidel. Bidel ou il te casse au bête. C'est pour ça qu'il a un dub chouïa. Mais il reste toujours, Mahrez, il reste toujours un grand joueur. انت رايك اسكو الافضل ليه هو انه يريح في مانشستر سيتي ولا هذا العام لازم يبدل الاجواء وين يلعب بانتظام؟ انا نقول لكم بكل صراحه نهار شفت بلي نهار خرجوا هكذاك العام اللي فات نهار خرجوا دون زي ماتش يعني كابيتال خرجوا ليكيب ادفيرس ماركت سيتي كونتر كي كونتر ليغ دي شامبيون كونتر ريال مدريد ريال مدريد كي خرجوا ريغاليزاو زادوا او سا ليا با سيرفي دو ليسون هذا كاين دي زونترينور وين يغلطوا كاين دي زونترينور كان شافي شفت انا ان ماتش الا في ان شونجمون اي با غلط ها غلط بون سا فو با دير بلي هو اللي هو اللي ديسيدا ولا هو اللي باسكو الى دي اسيستون لونترينور على طونجي الى دي اسيستون يقولوا له كاين يقول له هاو اللي الجوار فلان عندهم جي بي اس فلان هو يكومونس ا شوتي فيزيكمون فلان هو يريبون با تاكتيكمون دونك يعطوا له كلكو دوني يعطوا له كلكو دوني و بار لا سويت يتفاهم مع سون ادجوان سون بريمير ادجوان يقول له يعطي له يقول له يفالي سيجيري واش نديرو شونجمون كيفاه يقول له هكذا من بعد يبرون لا ديسيزيون مي يا دي فوا دي زونترينور يسو ترامب يغلطوا في لي شونجمون كاين لو كان نروحوا شويه الشان الاخرى هادي صح ليكيب ناسيونال وقت فينال خسرنا لو تيتر مع السنغال بون ليكيب كومام مي صارت واحد الحادثه مؤسفه في المباريات الاولى هو التصفير على المدرب السابق للمنتخب الوطني ربح المهجر في احدى المباريات وهذا الشيء يعني قاسوا بزاف الى درجه انه ما قدرش حتى يتحدث في وسائل الاعلام ولليوم مازال تهضر على كل حال في وسائل الاعلام ما تشوفش بلي كاين ناس بالغت شويه في الانتقاد لرابح ماجر بعد الفترة هذيك اللي قضاها مدرب المنتخب الوطني انت كنت مساعد اصلا كنت في الطاقم الفني تاعو ربما الناس قسات عليه شوي هذا اسطوري والله الانسان يتاسف بزاف والله مازال ما طلقوه مازال ما عمرهم دايمين وراه ايتو علاش انسان خلاص جازت هذه الفترة هذه خلاص وانا جون في بوكو بلوس الكاميرامان بوركو تو انسيست هكذا على علاش تو انسيست علاش سا دي توجو الجو علاش لا يلا لا فريمون سي ديسوفون اي ديزولون كاع لا بصح كومام لازم الناس تفرق لازم تفرق بين لاعب أسطورة ومدرب خلاص مدرب خلاص ما راش مدرب خلاص مي كوم جوار كوم اون ليجوند احترموه مارادونا اصلا ما نجحش كمدرب جامي دا بلاتيني لا باريشي مي قيمته تقعد مارادونا كان اونترينور ما الى باريشي وي بي كاين دي غران جوار دي سوبر جوار
sont passés à côté, de l'autre côté de la roue de leur carrière, eh ben ils n'ont pas réussi, mais c'est pas la fin du monde. Quand tu as une expérience au Portugal, est-ce que vous ساعدك شوية تماك باش تتأخذ؟ لا كنا نتلاقاو اون فامي وكنا باسكو ما كنتش بعيد عليها فما ليكا وبورتو كان 25 كيلومتر كنا تلاقينا ديجا بليزيور فوا هو كان بورتو وانا فما ليكا لعبنا انصومبل سيتي كومام سيتي اون بون كومام ماجار سيت ان ماجار سي ماجار يا صاحبي كون لو فيو با انا مي يهضروا عليه الان يعطيو مثال عليه المهم شيخ جمال من هذا صافي بليزير كل بليزير بارطاجي هضرنا على بزاف نقاط نوعنا شويه كلمه اخيره تكتب بها المحور كلمه الاخيره انا نطلب ان شاء الله من السلطات الكبرى العاليه انه يشوفوا شويه هاد الكرة الجزائرية ويصلحوها لازم يكون إصلاح أبارتير دي لاني بروشان إن شاء الله يشوفوا كيف يديروا باش يصلحوا هاد الكرة هادي لأنه التدهور اللي راهي فيه والأزمة اللي راهي فيه الكرة الجزائرية ما لازم تستمر هكذاك ما لازم تدوم راهي دامت 20 سنة ولا مش عارف شحال مع التسيير لازم يتغير التسيير ما لازمش نبقاو هكذا نسيروا عشوائيا ونسيروا هكذا بطريقة غير محترفة فو باسي لوت كوتي Faut y remédier. Ça va dans l'intérêt de notre football et de notre pays.